ما هو هرمون البرولاكتين؟ يعرف باسم هرمون الحليب، وهو الهرمون المتحكم في عملية إدرار وتنظيم الحليب لدى الثدييات، ويوجد في جسم الرجال والنساء على حد سواء، إلا إن نسبته في جسم المرأة تكون أكبر منها لدى الرجال، لتتناسب مع طبيعة جسمها القابلة للحمل والإرضاع، علما أن له العديد من الوظائف الأخرى سنعرفكم عليها أكثر في هذا الفيديو. أولا، كيفية إنتاج هرمون البرولاكتين؟ يفرز الجزء الأمامي للغدة النخامية هرمون البرولاكتين في الجسم، حيث تتم عملية الإفراز في أكثر من عضو في جسم الإنسان مثل الدماغ، الرحم، الجلد، الثديين، الأنسجة الدهنية وغدة البروستاتا. ما هي نسبة هرمون البرولاكتين في الجسم؟ تختلف نسبة هرمون البرولاكتين في الجسم باختلاف الجنس، حيث لا تتجاوز عند الرجال 15 مليلترا، أما عند النساء فإنها تتغير بتغير طبيعة الجسم، حيث تقل عن 25 مليلترا عند غير الحامل، في حين تصل إلى 386 مليلترا لدى الحامل والمرضع. ما هي وظائف هرمون البرولاكتين؟ لديه عدة وظائف، ومنها إدرار الحليب عند المرضعة وتسهيل عملية الإرضاع لديها وتهيئة ثدييها لذلك، إذ أنه يحفز غدة الثدي على إدرار الحليب، علما أن نسبته تعود إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء فترة الرضاعة. ثانيا، من وظائفه تكوين الخلايا العصبية عند الأم وجنينها خلال فترة الحمل، وتعزيز عملية انقسام الخلايا لديها. ثالثا، تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، والتأثير في عملية تكوين الأوعية الدموية في الجسم، وتنظيم عملية التجلط والمحافظة على الدم ضمن سيولته الطبيعية. من وظائف هذا الهرمون كذلك حماية الرجال من الإصابة بمرض سرطان البروستات والثدي، وتقوية جهاز المناعة. من وظائفه أيضا تعزيز عملية النشوة الجنسية بين المرأة وزوجها أثناء المعاشرة الزوجية، وتنظيم نسبة الأملاح والماء في الجسم. ما هي أسباب ارتفاع هذا الهرمون؟ من أسباب ارتفاعه هي وجود خلل واضطراب في الغدة النخامية، التعرض للاكتئاب والتوتر الشديد، تناول أدوية منع الحمل، تدليك الثدي بشكل كبير، قلة ممارسة التمارين الرياضية وزيادة الوزن عن معدله الطبيعي، تكيس المبايض لدى النساء، وتليف الكبد. ما هي أعراض ارتفاع هذا الهرمون؟ عند الرجل، أعراض ارتفاع هذا الهرمون هو فقدان الرغبة الجنسية والإحساس بفتور تجاه المعاشرة الزوجية، حدوث ضعف ملحوظ في الانتصاب وضعف جنسي، كبر حجم الثدي، قلة الشعر النامي على الوجه، تسرب إفرازات حليبية من الثدي. وما هي أعراض ارتفاعه عند المرأة؟ هي انقطاع الدورة الشهرية لفترات طويلة وتأخرها عن موعدها الطبيعي، ضعف عملية التبويض، زيادة إفراز الحليب، الإحساس بثقل وألم في الثديين كالألم المصاحب لبداية الحمل وللدورة الشهرية، جفاف واضح في المهبل ونمو ملحوظ للشعر في الوجه والجسم، زيادة الخمول والشعور بالصداع. كيفية تشخيص وعلاج ارتفاع هرمون البرولاكتين؟ يجري الطبيب فحوصات تحليل الدم لمعرفة نسبة الهرمون في الجسم، ويعطي المريض أدوية للتحكم في إفراز الغدة النخامية للهرمون ولإعادة نسبة الهرمون إلى مستواه الطبيعي، كما ينصح المريض بتناول الأغذية المتوازنة والصحية وبممارسة التمارين الرياضية.